من أيام القرية، لكن تحس إن فيه فراغ. فراغ وشوي حزن. ترى ثلاثة بيطلعون، مو بواحد. مصيبة. إحنا تدري إن أسلوك أخوي محمد، إحنا في مجموعة أو في نسخة غريبة. نعم. تجلطنا بسبعة، من بعدهم ثلاثة يا أخي. ترانا نحس يا أخي 10 يطلعون في شهر، 10 في شهر. مشكلة. والله قوية. والله قوية. قوية. لا خاصة الثلاثة هذول عشت معهم يعني. عشت معهم شهر. يمكن أكثر من شهر. إحنا النسخة الثانية، عفواً المجموعة الثانية، 10 أيام وشهر، لنا 40 يوم مع بعض. فجأة تشوف يطلع قدامك ما عاد تلقى لا في غرفة ولا في بث. مشكلة. حسوا فينا. لا المشكلة إنك عشت معه، يعني أكلك شربك نومك حزنك مضايقتك. شاركت التفاصيل. كل شيء. بما أنك مجرب أبو مساعد. مجرب أنا أعتبر إنه البرايم هذا عبه وعبه. أنا أشوف. إيش وضح معليش. معليش كل أسبوع بزحلق واحد. كل أسبوع بزحلق واحد. معناها. إيش ردة فعلك؟ ردة فعلك معناها يا حبيبي ما جاء رفيقك بيجيك. صح صح. والكأس اللي جاء تشرب منه. فاجتهد. فبادر قبل أن تبادر. أنت غادر. في الدنيا كان لا دين ودنيا. أنت حتى في البرنامج لازمك تبادر تقدم ما عندك معلوماتك ثقافتك مواهبك. لا تدخر شيء. لا تدخر شيء. حلو مثل ما قلت أنت قبل شيء تقول بادر قبل أن تغادر. بادر قبل أن تغادر. خلنا نتكلم عن على الأقل اللي أنتم سفراء فيه اللي هو الوقف. يعني. تشبيه جميل البرنامج بالحياة. إيه؟ انت عندك شيء تقدمه للوقف قبل تروح، ما ينفع الندم اذا انت في قبرك. أيوة. نفس البرنامج لا ظهرت مع الباب ليتني قلت القصيدة الفلانية، ليتني زديت ليتني اجتهدت ليتني عملت. لكن انا اتكلم يعني مثلا مثل ما تقول انت عن الوقف. بما انكم سفراء الوقف انت والله يبيض وجهك. يا اخي العجيب مثل يقول يا باغي الخير، فعلا يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ما نبقى نوقف بنقول ادبر ما نبيك. فانت اليوم في فرصه لك اللي تسمعني الان، في فرصه ذهبيه لك لا تفوتها. قريب من الحرم، وقف للايتام للفقراء، ناس محتاجين، ناس يريدون وقفتك. تجد بعض الناس يقول يا اخوي انا ودي اتصدق على الفلان، هذا اليتامى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مسح، يعني ابن القيم رحمه الله يقول مس على رأس اليتيم مما يلين القلب. قلب الشخص ولا اليتيم؟ قلب الشخص. إذا كان قلبك قاسي منها قراءة القرآن، منها الصدقة، منها الإنفاق، منها منها الاستغفار والإكثار، منها المسح على رأس اليتيم، ترى هذا يلين القلب. فكيف أنك تتصدق مثلاً 300 ريال 200 ريال 50 ريال 20 ريال اللي تقدر عليه بما تجود به نفسك، وتصير شريك مع هؤلاء في هذا الوقف العظيم اللي بيكون بيستمر 20 سنة 30 سنة لين تقوم القيامة. وهذا الشيخ محمد العثيمين يقول من دفع في الأوقاف يكون له الأجر حتى يزول هذا الوقف. يعني لو 30 سنة 40 سنة 50 سنة مت أنا لي 20 سنة ميت يجيك الأجر. ماشي. فسبحان الله، يعني لا تبخل على نفسك لو بعشرين ريال لو بثلاثين لو بميتين بثلاثمية الشامل اللي هو بثلاثمية ريال، لكن لا تبخل على نفسك إذا ما تقدر بثلاثمية ميتين ما تقدر بميتين مية ما تقدر مية وخمسين ما تقدر سبعين ثمانين لو ريال. يعني أنا استغربت ذاك اليوم اللي تبرع بريال، اللي بريال جزاه الله خير. أنا اللي أنا مستغرب اللي متبرع ميتين وسبعة وستين أو ميتين وستة وسبعين ريال. معناتها كل اللي في الصراف. معناها لكل اللي في الصراف. لا إله إلا الله. فسبحان الله بعض الأحيان الله يعوض أحيان إيه. بعض الأحيان تنفق نفقات أنت ما تحسب لها حساب، تحس أنها أمر عادي. لكن أنا ذحين لو أسأل أبو مساعد أو أسأل سيف أو أسأل المستمعين الحين اللي يشوفون مثلا مثلا لو أوجه مثلا السؤال لكم أو للمشاهدين، أنت أكيد أنك قد تصدقت، تذكر وش الصدقات؟ لا والله ناسيها، فيه اللي خمسة فيه اللي مية فيه اللي ميتين فيه يمكن اللي ألف فيه اللي ريال، راحت تنسى. لكن ترى عند الله ما تنسى، عند الله ما تنسى. الحين أنت يا محمد بن مساعد أو أنت يا المشاهد أو أنت يا سيف، موقف رجل معك ما تنسى. نعم. موقف شخص ما يجعل أحرار مثل المماليك
لا مواقف الرجال بعضها او معاريف الرجال بعضها. موقف بس يمكن في بعض الشباب يقول والله ما انسى موقف فلان والله ما انساه لين اموت واني اوصي عيالي عليه عشانه قام من المركله. نعم. فكيف أن تنفق وأن تتصدق على أيتام وعلى فقراء وعلى مساكين في البلد الحرام وأن تتعامل مع أكرم الأكرم مع أجود الأجودي؟ الحين حنا لجأت الرسائل حقت تويتر انتحرى. يا سلام. متى يجينا رسالة يثني علي أو يعدل علي أو يمدح؟ يلا ولا جاء مقطع فيديو يلا يا رب أني طالعن فيه. تخيل أنت ترى هذا اليتيم ينتظرك، هذا اليتيم الآن الآن ترى ينتظرك، ينتظر الإنفاق منك. لا تقول ينتظرني أنا، لا لا أي هنت أنت أنت أصدقى بطريقة ثانية. إحنا نفرح إذا تبرع شخص بنيتك، فما بالك باللي التبرع رايح له؟ شفت الشعور اللي إحنا فيه؟ لأنه تبرع بنيتي، فما بالك اليتيم اللي أصلا التبرع هذا رايح له ويشوف المبالغ المبالغ المبالغ. قبل شوي قلت أنت حاجة مهمة اللي هي اللهم صل على محمد بداية حديثك، تقول ابن عثيمين يقول إن الوقف. يبقى أيه الوقف لين يزول الوقف. أيه. حلو. ميزة وقف المكة وقف الجديدة إيش ميزته؟ المبلغ اللي أنت بتحطه الآن جاء الشركات الكبيرة الراعية دخل مبالغ قفلها في 3 سنوات، وش يصير؟ وقف آخر، أنت أسهمك لا زالت موجودة، وقف وقفين، يعني ممكن بعد الله عز وجل عمرك كله وأنت ماشيها حسناتك. فهذه ميزة وقف الجديدة، إنه المبلغ بتدفع الآن ما راح يوقف بس على وقف الجديدة ونقول بس. حلو. حلو. راح يستمر معك يمكن في وقفين 3 4 5. ممتاز. فممكن يبقى بإذن الله إلى يوم يبعثون وأنت حسناتك وأجورك ماشية. طيب. عندي مداخلة تسمح لي. أي تفضل تفضل. عجبني كلامك لما تقول تتعامل مع الكريم جل وعلا، وطلت على بالي أبيات المرحوم سعد بن جدلان يقول يالله يلي ما خشى غير خوف منك خوف، لا شريك له بملكه ولا يعبد سواه، فيك تشخيص البصائر ولك مد الكفوف، يا كريم يكرمنا لا كرم من عطاه، عالم اللي معلمه شايف اللي ما نشوف، خافي سره والأسرار ما هي بتخفاه، لا جفان القل واللي روابعهم ضعوف، جعل ربي ما يرينا غضبه ولا جفاه، لنقف الباب من الرزق حراسه وقوف، فتحت بيبال الأرزاق من كل اتجاه. فرب العالمين ما هو بناسك، رب العالمين ما هو بجافك، رب العالمين أكرم الأكرمين وهو الرزاق وفي يديه مقاليد كل شيء. فطلع على بالي كذلك نقول الصدقة تقي مصارع السوء، يقول كذلك الشاعر أبو العتاهية إن الحوادث لا محالة آتية، ما بين رائحة تمر وغادية، فلربما رزق السليم بعافية، ولربما اعتبط السليم فجأة، فجأة تمشي تطيح كسرت رجلك. نعم نعم. لعل صدقة هذه تقي مصارع السوء، ممكن يجيك حادث لا قدر الله، مرض لا قدر الله، عين تصيبك، مس يمسك، إن الحق في عيالك في نفسك، الصدقة تقي مصارع السوء. يقول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الهوى. إن الحوادث لا محالة آتية، ما بين رائحة تمر وغادية، فلربما اعتبط السليم فجاءة، ولربما رزق السقيم بعافية، أين الأولى كنز الكنوز وأملوا، أين القرون بن القرون الخالية، درجوا فأصبحت المدائن منهم قفرا، فأصبحت المدائن خالية، عجبا لمن ينسى المقابر والبلا، سبحان من يحيي العظام البالية. هذا أول شيء اسمحوا لنا الإدارة بالجوال عشان نقرأ لكم التبرعات. مرام تبرعت ب 800 ريال، ما شاء الله. شاهرة تبرعت ب 200، شوق المقاطي تبرعت ب 100 ريال، الله لا يضيع لهم تعب، جزاهم الله خير. علي بن مسفر القحطاني تبرع ب 600 ريال، الله يبارك لك في حلالك. ريحة الحربي 150، الله يخالف عليك يا رب. وضحى الدوسري ب 60 ريال، اللهم ارزقها يا حي. اللهم امين. انا اقول مثل هؤلاء اللي تبرعون لا تظن ان الله سوف يتركك، الله يعطي. اذا اعطى ربك جل وعلا ادهش، ربك اذا اعطى فان عطاءه يدهش وكرمه لا يضاهى. تخيل اخر من يدخل الجنه له ضعف الدنيا كلها 10 مرات ثم يدخل الجنة. كل ما هو موجود في الدنيا، كل ما هو موجود في الدنيا 10 مرات، هذا آخر من يدخل آخر الجنة. من يدخل الجنة. فتخيل أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلونا نتأمل هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين المسلمين وأطعمه من طعامه وأشربه من شرابه ضمنت له الجنة. ضمان، ضمان له الجنة. صححه الإمام الألباني. العجيب أنت ما ضميته، أنت ضميته، أغنيته، أشربته، أكلته، علمت. فقط علمته، درسته، ثقفته. قد يكون عالم، قد يكون مفكر، قد يكون مهندس، قد يكون طبيب. أنت أنتجت لبنة صالحة للمجتمع فقط ب300 ريال أو ب2000 ريال أو 200 ريال أو 100 ريال. لا تبخل على نفسك، تراك في فرصة قد يمكن ما تتحقق لك مرة أخرى. تخيل أنت ب300 ريال تبني دار أيتام كاملة، والدار هذه تبني دور أخرى. تخيل ترى هذه الدار إذا بنت دور أخرى كم فيها من يتيم، كم فيها من فقير، كم بيصير؟ يعني خلنا نقول دارين، كل سنة كم، كل سنة بعد سنة كم، خلنا نقول بيستمر هذا الوقت 50 سنة 60 سنة، كم أخرج، كم مفكر؟ يعني عندك الشيخ عبد العزيز بن باز يتيم، أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل البخاري، الشافعي، كل هؤلاء محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية، كلهم أيتام. فلا تبخل على نفسك، أنفق يا ابن آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ابن تيمية ربيته جده شيخ الإسلام. كل ما أنت إذا أنفقت وخرجت من مالك صدقة تنفق على اليتيم إرضاء لربك وأغناء لليتيم، ينفق الله عليك، ينزل الله عليك بركاتك. تجد بعض الناس، تجد حنا نشوف أحيانا بعض العوائل، تجد الرجال هذا ما التفت لعياله، تلقاه مهملهم، ما يربيهم، مو بصوبهم، صوب تجارته ولا صوب، تجد عنده عمل خفي. يعني عندنا واحد في الديرة والله مو بصوب عياله، لكن اللي أنا عارفه عنه أنه ينفق في الصدقات إنفاق عجيب ومصلحهم الله. والله ما أقولك أنهم طلاب علم، أنهم لكنهم ناس إذا جيتهم عينتهم، عينت الأدب، عينت الكرم، عينت الإخلاق، والله مو ملتفت لهم، لكن عنده صدقة وعنده إنفاق وعنده بر. يعني وبعد الله عنهم مصارع السوء بسبب صدقته. صدقت مصارع السوء مو لازم يكون حادث أو شيء، ممكن رفيق سوء أي شيء. قبل شيء يوم تقول أنت أنك تعليمه واو، بسألك سؤال أنا والله ما أعرف بالضبط لكن تفيدني إن شاء الله يا أبو عاصم. الآن لو أنا دفعت 300 وكفلت يتيم واليتيم هذا أصبح عالم، هل العلم اللي هو يقوله أو الطلاب اللي هو، هل أنا أشاركه في الأجر؟ عد السؤال. أنت تقول الطالب أو اليتيم هذا جاء عالم، جاء عالم أو جاء دكتور أو الأجر اللي هو مستقبلا راح يسويه، هل أنا اللي كفلته؟ إيه نعم، أنت كفلته، أنت شريك معه في نجاحه. يعني أنت لو حنا ما دفعنا 300 ريال أو هذا ما دفع 300 ريال ما أكتمل الوقف، ما أغتنى هذا، بيروح عند ناس ثانيين بيغنونه يمكن، لكن أنت خسرت هذا الشيء. أنا أفكر الحين أقول يعني حنا الثلاثة اللي بيطلعون اليوم أو السبعة أو الستة اللي طلعوا قبل، كان لهم أمنية إنهم يقفلون معنا هذا الوقف. أي والله، وتجد بعضهم يعني كلامه دائما عن الوقف، يعني اللي عادة في بالي كلامه كثير 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 محمد آل فريك. على فكرة لازال يدعم الوقف وهو برا، نمسي عليه بالخير. والله كلامه كثير على الوقف. الآن أنت اللي تسمعني وأنا وإخواني المتسابقين نبي نقفل هذا الوقف، نبي نكمل هذا الوقف بقوتكم وبعزيمتكم وبإرادتكم وبإنفاقكم وبصدقاتكم، نستطيع. والله الذي لا إله إلا هو، حنا بدونكم والله لا نستطيع نقفل ولا نستطيع أن نقفل الوقف، لأنكم أنتم القوة وأنتم الوقود وأنتم السعادة وأنتم من سوف تدخلون السعادة في قلب اليتيم والفقير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إدخال السرور في قلب المسلم لك أجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. فكيف أنك تفرج كربة عن يتيم؟ الله في عون العبد ما كان العبد في عون يتيم، فأنت في عونه. أنت ب300 ريال هذه تراك في عون اليتيم، أنت ب300 ريال هذه تراك في عون الفقير، أنت ب300 ريال من تفرج الكربة عن هذا اليتيم، من تسعد هذا اليتيم، من تدخل السرور في قلبه. فكن شريك معنا، تراك أنت إذا ما شاركت بشارك غيرك. والله تعالى يقول: في ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد ذكر محمد أخوي الله يحفظه كثير قصة أبو بكر وعمر حينما يتنافسون. يعني أحد العلماء يقول: جميع المنافسات عندي أن فيها شيء
إلا التنافس على الطاعات لا يدخلني ريب أنه حلال ولا يدخلني ريب أنه من الإحسان، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. فليتنافس المتنافس، تراك أنت إذا ما وقفت الآن ترى بيوقف غيرك. الآن تستطيع، الباركود موجود على الشاشة والأرقام الحسابات على الشاشة، تدخل إذا ما تعرف تدخل الراجحي حسابات جمعيات، تكتب الجديدة بالتاء المربوطة، وقف اليتيم، ادخله 300 ريال، لا تبخل على نفسك. ترى أقسم بالله العلي العظيم في ناس كثير يتمنون أن يتصدقوا لكنكم ما عندهم القدرة المادية، وأنا أقول للي يقدر يتصدق تراك تقدر تضرب عصفورين في حجر. منها الأولى أنك تتصدق وتنفق، ثم تأخذ هذا الرابط أو هذا المقطع ثم تنشره لجميع التواصل الاجتماعي تأخذ الأجر، فلا تبخل على نفسك أبدا. آخر متبرع كم تبرع به؟ 60 ريال. 6 ريال. ها؟ 6 ريال. 6. حلو، هذه لها معنية، يا أنه ما يملك إلا الستة دي أو أنها هي ما تملك إلا 6 ريال، صحيح؟ إيه. أنت قلتها صحيح؟ إيه نعم. إيه. أنها ما تملك إلا 6 ريال هذه، أو على الأقل خلنا نقول مثلا نص المبلغ، خلنا نقول 12 تبرعت بالنص، فهي يا سوت مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو مثل أبو بكر الصديق، فإن كذا ولا كذا الله بيعطيها إن شاء الله وبيغنيها، لكن خلنا نقول ما عاد يصرفتها إلا 6 ريال، تتوقعون انها ما تقدر تاخذ بها شيء بسيط على الاقل؟ ما فكرت في نفسها؟ صدقت بها كامله؟ 6 ريال مستحيل يكون انها احد يتبرع بسته، عفوا يتبرع باي مبلغ، بس مثل ما قلنا ذاك ال 276 هذه 6 ريال تحديدا، فلعلها تبحث عند ما عند الله عز وجل فتبرعت بكل ما بصرفتها، فاسال الله العلي العظيم ان يفتح لها ابواب رزقه اللي ما تسجل يعوضها باذن الله. نوف المعدي 300 ريال، نوف المعدي مرة ثانية 300 ريال، شذا 60 ريال، عبد العزيز الجعيد 200 ريال، عبد الكريم الحربي 100 ريال، عبد الرحمن اليحيى 350، فاطمة القحطاني 300، إبراهيم حسن 50، ماجد الحربي 300 ريال، يعني ما عمر العتيبي 200، الراشد 300، رفعة الدوسري 300. أنا أقول أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريكا في الملك ولا نديدا، اللهم يا من رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض ليسلكوا منها سبلا فجاجا، اللهم يا من أنقذ يونس من بطن الحوت وأنقذ موسى من فرعون، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاهم في الدنيا والآخرة، وأن يرفع قدرهم ويعلي شأنهم ويغنيهم حتى يرضيهم، وأن يلبسهم لباس الصحة والعافية، وأن يحقق لهم ما يريدون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. الله يسلمك بوحد الله. توفيق لجهني 150، أسأل الله أن يوفقك يا توفيق ويسعدك ويسر أمرك. نصره الزايد 100 ريال، الله يسعدك ويوفقنا وياك وينصرك. وفاء السليم الفضلي 100 ريال، أسأل الله لك التوفيق. موضي خالد 100 ريال، الله يوفقنا وياكم ويسعدكم ويجعل لكم من كل هم فرجا. سعود محمد 100 ريال، تبرعات كثيرة صراحة، وأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريكا في الملك ولا نديدا، أن يرفع قدرهم ويعلي شأنهم ويجعل منزلتهم في عليين ويجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. أسأل الله أن يرزقهم من كان عقيما أن يرزقه الذرية الصالحة الناصحة، ومن كان مريضا أن ينزل عليه شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنت قلت يا ربنا ادعوني أستجب لكم، فها نحن ندعو لإخواننا، فأسألك يا الله يا كريم يا منان يا ذا العرش العظيم يا من لك الدنيا والآخرة، يا من تقول ادعوني أستجب لكم، فتكفى يا الله نرجوك بعظمتك وبسلطانك العظيم أن تجعل هذا التبرع لهم ذخرا ورفعة وغفرانا وكرما وجودا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيف أعطني كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أنا دائما أقول الوقف ما تقفل بك يا اللي تسمعنا بتقفل بغيرك. اللي تبرع بمبالغ بسيطة أنا دائما يشدوني أكثر من اللي تبرع بالمبالغ العالية، وكلهم أجرهم على الله عز وجل، لكن يبي يشارك يبي يكون له جزء بسيط في أنه يقفل هالوقف. فأنت وش يردك؟ ما قدرت على 300 200، ما قدرت على 200 100، ما قدرت أرجع وأقول لي بستة ريال ما تيسر،
لان لو الكل من يتابعنا تبرع حتى لو مبلغ بسيط تقفل الوقف، ترى اتوقع كم باقي بالنسبه؟ اتوقع 10% او 12%، شيء يعتبر قليل. فعلى الاقل خلي لك سهم من الاسهم اللي في هالوقف لعلها تشفع لك اذا ما شفت نتائجها في الدنيا، سواء تقيك مصارع السوء او يصلح لك الله عيالك او يشفي مريضك او اللي هو، بتلقاها يوم القيامه، فانت ما انت بخسران شيء. انا اقول يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ادبر، تكفون تكفون والله الذي لا اله الا هو، واقسم بمن رفع السماء بلا عمد وبسط الارض ليسلكوا منها سبل الفجاج، والله انه ما يدخل في مخبانا ريال، اقسم بالله، ولكنها والله رحمه ولطفا بهذا اليتيم. حنا اذا شفنا ايتام تحن قلوبنا، كيف الان نقول لك تعال تعال ازرع الابتسامه، ازرع السعاده، ازرع الفرح، ازرع شعور انه مو هو بيتيم، شعور انه عنده القدره انه ياكل ويشرب ويلبس. اقسم بالله يا بعض الايتام يقول انه ما يروح المدرسه عشان ما عنده لبس، ما عنده ملابس يقدر يلبس. انت الان تستطيع ان تغنيه، انت الان تستطيع ان تتصدق، انت الان تستطيع ان تخليه يروح ويجي ويتمشى وراسه مرفوع، ينتظرك ترى اليتيم الان، والله العظيم انه ينتظرك، اقسم بالله العلي العظيم انك سبب في سعادته، والله الذي لا اله الا هو، انه باكمال هذا الوقف انك تصنع الابتسامه فيه، تصنع السعاده، تصنع الفرح، قد يرفع يديه ويدعو يا الله يا رب اني يوفقك، يا الله يا رب اني ييسر امرك، او تدعي امهات او اباء خلف الشاشات ثم يدعون لك ثم تستجيب دعوتهم، فان الله اذا اعطى ادهش. ترى الله اعطاك اشياء انت ما طلبتها منه، ترى اعطاك العقل وانت ما طلبته، اعطاك العافيه، اعطاك البصر، اعطاك انك تتكلم وانت ما طلبته. كيف اذا تصدقت ثم دعوت الله؟ والله لن يخيبك ربك، ثق بربك جل وعلا وارفع يديك بعدما تتصدق وابشر بالخير. هذا في الختام، أشكر الله جل وعلا أن أعانني على أن أكون أحد المتحدثين في هذا الوقف، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسعادة، وأقول استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه في لقاءات أخرى نكمل بها هذا الوقف، والسلام عليكم ورحمة الله. سامحك، شوف كل أنا طلبت من أحي سامحك.